نيابة عن نفسي وأصالة عن مواطني هذه الولاية المشاهدة المعطاف أن أرحب بمعالي السيد الوزير المجاهدين بولاية عين تمنشد والوفد المرافق له، متمني لكم إقامة طيبة بين ظهراننا. كما أغتنم هذه الفرصة السريعة لأشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعمنا في هذه الأيام بثلوج وأمطار نافعة لعمت كل التراب الوطني، وتكون إن شاء الله تأخير لكل الجزائريين وللفلاحين خاصة. أيتها السيدات